حدثنا مساحة كبيرة جدا عن الصحابة وعما دعاهم لحفظ القرآن والمحافظة عليه والدفع عنه والذب عنه. وكان آخرها اللقاء الماضي لما اتكلمنا على ما يمكن أن يثار من شبهات حول القرآن وردود الصحابة في حياة الصحابة، وإن ما تركوا أحدا إلا وردوا عليه، لأن دفعهم عن القرآن كان حاضر وبقوة. واتكلمنا على قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودورهم في هذا، في إن هم يعني مش دفع بس، ده دافع ودافع واستماتة حال حياتهم. فما ظهرت شبهة إلا ردوا عليها، وما ظهرت فرية إلا ردوا عليها في حق القرآن، وما بلغهم معلومة إلا واستوثقوا منها. فاستساقهم من المعلومات وفي نفس الوقت ردودهم على كل الشبهات، كل ده كان من دواعي حفظهم، بل اجتماعهم على إن الأمر لا يتعلق بهم وحدهم بل الأمة بأكملها. يعني تذكرت دي آخر نقطة توقفنا عندها المرة الماضية، إنهم قاموا بدور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أكمل وجه، قاموا بدور النصح للأمة على أكمل وجه، قاموا بدور النصح لكل من أخطأ أو أساء أو فهم خطأ في حال حياتهم. وكل دي كانت من دواعي حفظ القرآن وتثبتهم، هم من دواعي حفظ القرآن ومن دواعي تثبتهم هم. دي آخر نقطة توقفنا عندها في اللقاء الماضي. لكن الحقيقة أنا هنصير موضوع يتعلق بهذه القضايا. الصحابة أنفسهم يا إخوانا، الحقيقة لازم نفهم هذه القضية، إنهم كان جيل فريد لم يتكرر. أقول جيل فريد لم يتكرر. صلتهم بالله كانت عالية جدا، توجههم بأعمالهم كلها لله كانت عالية جدا، حرصهم على إقامة الدين والحفاظ عليه كانت عالية جدا، قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم وحرصهم عليه وعلى التعلم منه وعلى نقل ما تعلموه وعلى حمله للخلق وعلى الدفاع عنه وعن سنته وعن هديه وعن كل ما جاء به من دين الله عز وجل، قليله وكثيره، فرضه ونفله. الكلام ده الحقيقة لم يتوفر لجيل آخر، وهذا اللي خلى جيل الصحابة كلهم عدول، ما فيهم واحد ينقل نقل خاطئ، ما فيهم واحد يسمع ما يخالف ما عنده ويسكت عليه أبدا، بل عرف هذا عنهم حتى فيما قد يكون مستقرا. لما يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمع من أبي موسى الأشعري هذا الحديث، لما يطرق بابه ثلاثا فلم يرد عمر فينصرف، فسيدنا عمر يخرج يقول له تعالى ما صرفك، يقول له حديث النبي صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاثة. سيدنا عمر رغم علمه ومكانته التي يعني جاءت بها النصوص، يعني أكثر من رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، وأولها بعمر لما يقول رأيت أنني شربت اللبن حتى يعني ظهر من أظفاري ثم أعطيت فضلتي لعمر، قالوا بما أول حديث البخاري، قالوا بما أولت يا رسول الله، قال العلم. العلم فبين أن يعني حظ عمر من العلم أخذ فضلة من النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة كبيرة ليست هينة. ثم الحديث الآخر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا أن أصحابه قدموا عليه، منهم من يلبس قمص يعني تحت ركبتيه، وإلى أن جاء عمر قال يجر ثوبه، فقالوا بما أوته رسول الله، قال الدين. فدلت هذه النصوص على علم عمر، على دين عمر الواسع جدا،
بل لما ينص النبي صراحة ان ايضا في رؤية اخرى ان رأى ان ابو بكر اخذ منه الدلو ونزع نزعتين فيه مضاف ضعف، قال ثم صارت الى عمر فاستحلت في يده غربة، فلم أرى رجلا يفر فرية مثل فري، لم أجد إنسان يعطي عطاء مثل عطاء عمر. كل هذه النصوص في حق سيدنا عمر تدل على مدة الخلافة الطويلة، عشان وأولت بالخلافة، إن خلافة أبو بكر سنتين ومع كثرة الحروب لم تقع الفتوحات الكبيرة، لكن وقعت محدودة وقليلة. في خلافة عمر انتشر الإسلام، انتشر نار في الهشيم بقوة عجيبة جدا، وده اللي أرق الغرب والشرق. وللآن يعني أصحاب الأقلام في الغرب والشرق ما زالوا يغمزوا ويلمزوا في حق عمر بسبب كثرة فتوحاته، بل لا يزال المجوس وأتباعهم ومن يعني يميل إلى فكرهم لا زالوا في أرق شديد جدا من عمر، لأنه هو اللي فتح هذه البلاد ونشر الإسلام فيها، هو اللي انتشلها من ظلمات الجاهلية نور الإسلام. الشاهد يا إخواني أن سيدنا عمر رغم سعة علمه ودينه لم يسمع هذا الحديث من رسول الله، مئات الصحابة سمعوه، فلما حدثه به أبو موسى الأشعري قال من يشهد لك؟ البينة وإلا جلدتك. لما هدى سيدنا موسى بأن لو كان كذب هيستخدم معه الدر على ظهره، هذه القوة أين توجد بعد الصحابة؟ جيل سبحان من اصطفاه، سيدنا موسى يطلع يجري الأنصار وهم جلوس في مجلس مجلسهم وعلى رأس أبي بن كعب، فيقول من يعني سمع من رسول الله هذا الحديث؟ قالوا كلنا سمع. قال من يشهد لي عند عمر؟ سيدنا أبي يقول لن أرسل معك إلا أصغرنا سنا، فأرسل معه أصغر الحاضرين سنا ليشهد عند عمر أنه سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عمر يتأسى وتأسف ان يعني انشغاله بحرمه هذا اللقاء، لانه في حياته ما كانش كل لحظه جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان بيسمع، وان لم يسمع يرسل من يسمع، كما ذكر سيدنا عمر عن الصحابي الذي كان يتناوب معه من الانصار، فياتي مجلس النبي يوما سيدنا عمر يوما قد يغيب على احدهم حديث وارد، لكن التثبت عندهم والدقة عندهم والحرص الشديد على ألا يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاما لم يقله أو ينقل عنه كلاما لم يقله أو لم يصدر منه، كان بلغ القمة عند الصحابة. هذا المعنى الخطير الذي توفر للصحابة ولم يتوفر مثله لغيرهم، جعل الحرص عندهم على حفظ الدين وحفظ كل ما يتعلق بالدين من أحكام من آداب من أخلاق من معاملات، بل الحرص على إقامته وجعله واقع. ما منهم واحد رأى صحابي يخالف هدي إلا أنكر عليه، مش فقط ينقل خبر، يفعل. فكان التناصح بينهم سيد الموقف، وبه أقيم الدين. ما في واحد يقبل من واحد أن يخالف نص، سيدنا عمر نفسه لما رأى عبد الله بن عمر ينهى امرأتي عن ذهاب المسجد، فبيسأله ليه تمنعها من ذهاب المسجد؟
قال تغير الزمان وفسد الناس. الكلام ده والصحابة كثر قالوا تغير الزمان، وجد من يعني نوعيات من الناس أقل من الجيل الأول. فقال عمر يا عبد الله أما بلغك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. النبي جعل هذا الحق للمرأة أن بيتها خير لها من المسجد وأجرها في البيت أعلى من المسجد، كما جاء في الحديث صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجد هذا، وصلاة المرأة في مخدعها خير من صلاتها في بيتها. يعني كلما ضاقت الدائرة وبقى لها مكان مخصوص مستتر لا يراه في أحد كلما كان الأجر أعلى. المخدع المكان اللي تنام فيه ولا يدخل عليها أحد فيه. فالنبي نص على هذا لكن جعل الحق للمرأة هي اللي تحدد عايزة ايه الأجرين، لها مصلحة في المسجد، لها درس هتسمعه، لها درس حضر فيه، لها علم هتتعلمه، لها علم تعلمه. فرد الإسلام الحق للمرأة وقال لا تمنع إماء الله مساجد الله. في سيدنا عبد الله بن عمر لما سمع الحديث قال يا أبتي هذا رأي رأيته، أنا شايف كده رأي كده. سيدنا عمر سمع الكلمة كأن يعني جلده اشتعل فيه نار ما احتملها، فقام بذرته ليضرب عبد الله بن عمر على ظهر. عبد الله بن عمر شيخ كبير رجل، وهو يقول أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول رأيت، فيه رأيت معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فعد هذه يعني ذلة من عبد الله بن عمر يستحق عليها الضرب. كيف أقع منه هذا رغم ورع عبد الله بن عمر، وكان من أكثر الصحابة المشهورين بتتبعه لآثار النبي أثر تنفيذها. لكن ده لا ينفي أن الإنسان قد تعتريه ذلة أو خطأ، كما جاء في الحديث كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. عبد الله بن عمر رأى في هذه رأي مع علمه بالحديث، لكن كان شايف أنه موضوع التغير ده يعني البيئة الأولى كانت أصلح وأأمن للمرأة، لكن دلوقتي ممكن حد يتعرض لها. فكان ده يعني فتوى منه، ظن منه أن الجو تغير وأن الحكم تغير، أو الفتوى تغيرت الحكم باقي لكن الفتوى تغيرت. وفرق كبير جدا بين الحكم والفتوى، وده موضوع مهم جدا نفهمه. الحكم الشرعي حكم شرعي يؤخذ من النص، ما دام نص عليه ليس لنا أن نحيد عنه في قليل أو كثير. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فحق الاختيار مع النص غير وارد، غير وارد. ما ينفعش اختار بعد ان اختار الله لي. قال تعالى ربك يخلق ما شاء واختار ما كان لهم الخيرة، فاسقط حق الخيرة عن كل البشرية مع اختيار الله لها، لاننا عبيده وسيدنا، وسيدنا اختار لنا. نقول له لا، احنا نختار مع اختيارك. في عبد يقوى ان ينازع سيده، فكيف بعبيد مش لسيد من البشر يخطئ ويصيب، ده لرب العالمين الذي لا يأتي الحق إلا منه، كما قال تعالى وقل الحق من ربكم فإن لم يكن الحق من الله فمن من؟ الحق لا يأتي إلا من الحق. ولازم نفهم هذه القضية وتكون واضحة جدا أمام عيوننا. فالحق لا يأتي إلا منه وهو اختار، يبقى يقينا الحق في اختياره يقينا، لا مجال للمنازعة. فأسقط عنا حق الاختيار أمام اختياره سبحانه وتعالى، وده اختيار رب العالمين. وإذا وقع هذا مع سيد المرسلين أفضل منا جميعا،
أفضل منا جميعا، كما وقف غزوة أحد لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بعض قادة جيش قريش دعاء شديد، فرب العباد نهاه وقال له ليس لك من الأمر شيء إن خطب بهذا سيد الخلق، ليس لك من الأمر شيء، فمن له منا من الأمر شيء بعد خطاب الله النبي بهذا؟ ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ويأذن الله بأمر عجيب، إن من بين من دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم القادة أبو سفيان، عكرمة بن أبي جهل، خدم الوليد. الكلام ده كان عام في غزوة أحد عام 3 بعد 10 سنين من هذه الغزوة بالضبط، كانت غزوة اليرموك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. كان قادتها نفس القادة الثلاثة، لكن قادة جيوش المسلمين كان خالد وعكرمة وأبو سفيان رضي الله عنهم جميعا، وجرت سنة الله بهذا وأسلم الثلاثة. إذن هناك أمور رب العباد أعطانا في حق الخيار، وأمور قطع فيها وحسن. الأمر اللي قطع فيه ليس لنا اختيار فيه، عشان كده العلماء قسموا الأحكام لقسمين: ثوابت ومتغيرات. الثوابت التي جاءت فيها نصوص قطعية لا تحتمل أكثر من معنى عند العرب وفي لسانه، ومن لطف الله علينا أن جميع الثوابت جاء نص القرآن فيها قاطع، فاعلم أنه لا إله إلا الله، تحتمل معنين؟ أبدا. في العقائد وفي الأحكام: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، تحتمل معنيين؟ أبدا. كل الثوابت جاءت في النصوص قطعية، قطعية الدلالة، اللفظ يدل على معنى محدد يتفق عليه القصر والداني. هذه الثوابت لا مجال للخيار فيها، لأن رب العباد اختار وقطع بالحكم، فلا مجال للخيار فيها، لا مجال. يبقى ده اسمه حكم شرعي، ورب العباد قطع فيه فأصبح حكم قطعي الدلالة لا اختيار لنا معه. لو دققنا النظر هنجد كل الآيات التي جاءت في الثوابت جاءت قطعية، وجاءت في كل المجالات اللي تحفظ على المسلم دينه، بحيث ان القدر اللي يبقى على المسلم دينه لا مجال للخلاف فيه. وبهذا ضمن الله عز وجل لدينه الثبات والبقاء والدوام، لان طبيعة الناس الاختلاف، ولو فتحت كل الابواب الاختلاف ما اجتمع الناس على دين أو على شيء من الدين. قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، لا يزال فعل في الاستمرار. ثم قال: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. طبعا بعض الناس فهم الآية خطأ، قال ولذلك خلقهم، خلقهم ليختلفوا. لا، الضمير رجع لأقرب مذكور: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا زالوا مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، خلقهم ليرحموا مش ليختلفوا. يبقى إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، خلقهم ليرحموا بشرعه ودينه، والرب أعلم حيث يجعل رسالته، وأعلم حيث يضع تشريعه وأحكامه، لازم يفهم هذا. فرب العباد ثوابت الدين كلها جاءت في نصوص قطعية الدلالة لا تحتمل، لا تحتمل معنين، ليضمن للدين ثباته، وليضمن لجميع المسلمين إقامة الدين.
خلاص أساسيات الدين كلها انتهت وأصبحت معلومة بالضرورة. يعلمها القاصي والداني والعالم والمتعلم والأم والجاهل، الكل يعلمها ولا يقوم الدين بغيرها. وبهذا ضمن أو ضمن للإسلام بقاؤه ولزومه وثباته، ودي من خصائص الدين اللي غير موجودة عند كلام الناس. كلام الناس كله ما في أمر يتفق عليه، حتى ما وضعوه بأنفسهم. واضع الاشتراكية يختلف عن الاشتراكية، واضع الرأسمالية يختلف عن الرأسمالية، واضع المجوسية يختلف عن المجوسية، واضع الهندوسية يختلف عن الهندوسية. كل ما قننه الناس للناس اختلف فيه الناس. ما في شيء نستطيع أن نقول هذا لازم لا يختلف عليه إلا هذه النصوص، ضمن الله لها اللزوم والثبات والبقاء ليحفظ على كل مسلم دينه. وكما قلت كل أساسيات الدين جاءت فيها النصوص قطعية الدلالة لا يختلف عليه، يبقى لا مجال لاختلاف هنا. فأدخلنا ربنا برحمته في هذا المنهج الرباني اللي ضمن لنا أن نرحم وأن لا نختلف وأن يبقى بيننا قدر مشترك بين كل المسلمين من أولهم لآخرهم ومن أقصاهم لأقصاهم. هذه تسمى الثوابت في الدين اللي بها يثبت دين المسلمين، الصحابة والتابعين وتابع التابعين وإلى يوم الدين لا مجال للخلاف. من يخالف في الثوابت المقطوع بها يكفر باتفاق، لأنه خالف معلوم الدين بالضرورة، يكفر يطلع برا الإسلام، ما يصلحش أن يكون مسلم. وذلك حندد على فترات نشاز من الناس يطلع عايز يخالف ثابت من ثوابت، كما يحدث الآن مع بعض العلمانيين والذين يعني ادعوا أنهم مسلمين ولا عمل لهم إلا الطعن في الإسلام، وبدأوا يطعنوا في الثوابت، يضربوا في الثوابت. وفقط ضعف المسلمين يكسر هؤلاء، فإن عادت المسلمين شوكتهم ولا هؤلاء. دول خفافيش لا يعملوا إلا في الظلام. إن وجدوا ردود قاطعة والعلماء يعني لهم سطوة ولهم كلمة انتهوا. في غياب العلماء يلعبوا على الغواء وعلى العامة ليفسدوا على عام الناس دينهم أو أساسيات دينهم. هذا جانب. فالثوابت قطعت فيها النصوص لا مجال الخلاف فيها، وضمن بهذا الإسلام ثباته لزومه استقراره خروج أساسيات الدين من دائرة الخلاف البشري والطبيعة البشرية الغالبة على كل البشر، ولا يزالون مختلفين. طيب، هناك مسائل بتتغير من وقت لوقت ومن حال لحال ومن إنسان لإنسان. الشريعة أقرت أنها متغيرات وأنها تختلف اختلاف الأوقات والأزمان والأشخاص. رب العباد من لطفه ورحمته المسائل الحمال الخلاف دي كلها، مع أنه هو الذي أحكم كل شيء، وهذا من إحكامه، أعطى فيها نصوص حمالة لأكثر من وجه. كان قادر يقطع لكنه ما قطع، فإما أن يعطي نص اللفظ نفسه مشترك حمال لأكثر معنى، أو يعطي نصين بينهما تتفاوت المفاهيم والعقول.
ليعطي سعة للدين ومرونة لتحتوي كل أحداث حياة الناس. أمر بيقع في حياتي، أنا عايز أخلي حياتي كلها لله، وكلنا مأمور بهذا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وإحنا مأمورين أن نستفتح صلاتنا بهذه، لكن نقول أنا من المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، إلى آخر هذا الدعاء، لكي نقر لله أننا عبيد وأن محيانا ومماتنا له سبحانه وتعالى. طب إزاي تكون حياتي كلها لله وأنا فيه دقائق بتظهر في حياتي لم يسبق لي إن أنا سمعت فيها نص قاطع، بل فيها أحداث أشياء بتحدث جديدة لم تكن عند أسلافنا. الأمور اللي بتتغير كلها جاءت فيها النصوص حمال الوجوه، بحيث تحتوي ظرف كل الناس، ظرف كل الناس. يبقى اللي لا يسع فهم عالم يسع فهم غيره، بحيث يبقى على دين وتبقى حياته لرب العالمين لله وحده. ولذلك اللي مش فاهم القضية دي قد لا تسعفه حتى الفاتوى، يبقى مجرد بينتصر اللي فهمه للنص، مش فهمه للنص والواقع. ولذلك العلماء ميزوا كما قلت ما بين الحكم الشرعي وما بين الفتوى، عشان نرجع لها مرة أخرى. الحكم الشرعي نص مقطوع به ورد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، تطبيقه على هذه الصورة اسمها فتوى. الفتوى قد تختلف باختلاف الأزمان والأماكن والأحوال والأشخاص، تختلف، والشريعة أقرت هذا الاختلاف، وسمي هذا الاختلاف في النصوص الحمالة اختلاف تنوع. يبقى الخلاف مع النصوص الثابتة سموه اختلاف تضاد، ده غير وارد في الأمة، واللي هيدخل فيها راح في داهية خرج برا الإسلام. اختلاف التنوع أعطى للأمة سعة إن احنا نسع كل أحوال الناس وظروف الناس وإمكانيات الناس وقدراتهم، بحيث إن الكل يعمل ما يعمل على أنه طاعة لله يرجو ثوابها. طبعا الكلام أنا عارف شكله غامض بالنسبة لكم، سأوضح بمثال، فبالمثال يتضح المقال. لما ذكر ربنا العدة، عدة المطلق، قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاثة قروء. ليه القروء؟ قرء في اللغة، قروء جمع قرء، والقرء أهل عند أهل اللغة له استعمالان، الحيض والطهر، والاثنين ضد بعض. يعني استخدم اللفظ في الحيض وله شواهد، واستخدم في الطهر وله شواهد عند العرب في أشعارهم في كلماتهم وأمثالهم. طب ليه رب العباد جاء باللفظ المشترك هذا؟ علماء الأصول سموه لفظ مشترك. لماذا جاء بهذا اللفظ المشترك في هذا الموضع؟ ما كان ممكن يقطع، ورب العباد استخدم اللفظتين في القرآن، استخدم الحيضات واستخدم الأطهار. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى،
الأنقر ولا تقربهن حتى يطهرن. فحدد إن في حالة اسمها حيض وحالة اسمها طهر، وده له وقت وده له وقت، وده له معالم وده له معالم، وده له صفات وده له صفاته. فلماذا عمد هنا رب العباد ليأتي بهذه اللفظة المشتركة اللي تحتمل المعنيين؟ المعنى ضده، عشان يعطي الأمة سعة، وسعة كبيرة، ويعطي العلماء سعة في الفتوى. هنرى. طب لو قلنا المطلقات يتنبصن بأنفسنا ثلاثة قروء، هنقول حيضات ولا أطهار؟ فريق قال حيضات، فريق قال أطهار، وبين الاثنين تتسع الفتوى. اللي قالوا حيضات وقالوا أطهار في البداية استدلوا بأقوال العرب، جاءهم الفريق الآخر بأقوال العرب إن اللفظة استخدمت في الحيض واستخدمت في الطهر، وكل له شواهد. طب نعمل إيه؟ نرجح على أساس إيه؟ رب العباد أعطى النص ده ليفتح باب للعلماء يبحثوا، وكل واحد يبحث عن دليل يرجح دليله. طب لو يجي واحد يقول لي انا رايي انها ثلاث حيضات، ايه دليلك؟ قول ثلاثه قروء وادي عندي الشواهد من العرب، يرد عليه احنا بنقول مطهار والشواهد اهي. علماء الاصول وضعوا قاعده اصوليه، قالوا اللفظ اذا داخله الاحتمال سقط به الاستدلال، ما ينفعش انا استدل به او انت تستدل به، يبقى توقف الاستدلال باللفظ. يبقى اللي عايز يرجح رأي يجيب دليل تاني من غير هذا اللفظ. وده اللي أطلق عنان العلماء، كل واحد يدور على نص تاني في القرآن في السنة يساعده على فهمه. الإمام الشافعي قال لا أنا مصرنا أطار، قالوا له من أين جئت بهذا؟ قال من لفظ الآية نفسه، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة ولا ثلاث؟ قال لا ثلاثة، جاءت مؤنثة مش مذكر. قال أنا عندي قاعدة في اللغة العربية تقول إن العدد من ثلاثة لتسعة يخالف التمييز في التذكير والتأنيث. من ثلاثة لتسعة تقول ثلاثة أولاد وثلاث بنات، يبقى إن ذكرت المؤنث في التمييز ذكرت العدد، وإن ذكرت المذكر في التمييز أنست العدد، يبقى ثلاث ورقات، ثلاثة أقلام، وهكذا. فقال طيب احنا عندنا كلمتين، أطهار مذكر وحدث مؤنث، فلو قلنا ثلاثة ما ينفعش إلا أطهار، لأن العدد مؤنث، يبقى التمييز يبقى مذكر، يبقى ثلاثة أطهار تمشي، ما تنفعش ثلاثة حيضات. لذا أرى إن هي أطهار مش حيضات. وجرت فتوه وفتوى كل من تبعه على ان عده المراه ثلاثه اطهار. طب هتفرق معنا في ايه؟ هتفرق كتير جدا جدا، هنوضح. ابو حنيفه قال له لا هي حيضات. طب يا عم جبت الكلام من فين؟ ايه دليلك؟ قال له هات صدر الايه، هات الايه من اولها، والمطلقات يتربصن بانفسهن. الآية أعطت لفظ التربص، قال وما علمت العرب تربصا إلا للحيض، ما فيش تربص للطهر. الطهر انفراج والحيض قيد عشان تتوقف عن الصلاة، فتتربص بالحيض تستناه. فإذا ندرك، فقال هي عندي ثلاثة حيضات. الفارق بين القولين
هيفرق في مده عده المطلقه. حوالي 9 ايام الفرق بين ثلاث حيضات وثلاث اطهار. التسعه ايام هذه قد تحدث فيها احداث، مات احد الزوجين على قول هي في عدتها وعلى قول خرجت من عدة. القول اللي جعلها في عدتها جعل لها حق في الإرث وأعطاها عدة من متوفى عنها زوجها، واللي خرجها برا العدة لا إرث لها ولا عدة لها، خلاص انتهت عدتها. أحكام كثيرة جدا ترتب عليه. على قول يحل لها أن تتزوج إذا انقضت عدتها. القول الثاني يبقيها في عصمة مطلقة لسه العدة لم تنقضي، لا يحل لها الزواج. أحكام كثيرة بترتب على هذه المدة. لما نجد هذا الخلاف قائم في الأمة، وده اسمه خلاف تنوع، ده في أسرة ممكن تنتهي لو أفتينا بانقضاء العدة في التسعة أيام دول، والفتوى الثانية تبقي الأسرة. الحق القائم للزوج في استرجاع المطلقة قائم عند من أبقى العدة، غير قائم عند من أنهى العدة. حقوق كثيرة جدا مترتب عليه. العالم لما يفتي بينظر أيهما أصلح، أيهما أنفع. قد تكون له قناعة بفتوى من الفتوين، ورغم القناعة إن رأى المصلحة في فتوى غيره لا يفتي، ويحيل على من يفتيه بما فيه المصلحة، فأعطت سعة للمفتي للعالم، أعطت سعة للمستفتي نفسه وللأسر والحفاظ عليها وللمصالح لكي تقوم في الأمة. إذن جانب خطيرة جدا جدا جدا. اختلفت الفتوى لكن اتفق حكم الشرعي. حكم الشرعي المرأة مطلقة لها عدة، عدتها ثلاثة قروء. الخلاف في الفتوى هل القروء أطهار ولا حيضات؟ ده موضوع الخلاف، لكن لا خلاف أن لها عدة وأنها لا يحل لها الزواج في مدة العدة من غير زوجها، وأنه يحرم حتى خطبتها في فترة العدة، غير بقية الأحكام المترتبة على العدة. إن كانت العدة يعني رجعية من حق الزوج أن يراجعها، إن كانت العدة غير رجعية لها أن تعتد في غير الزوج، أحكام كثيرة تترتب عليها. كل هذا خرج به العلماء في فتاوى تفصيلية، ودي أوجدت لنا سعة كبيرة جدا 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 للأمة، وإسعاف للعالم وللمستفتي أن يحافظ على دينه بفتوى شرعية، فلا يفعل إلا ما فيه لله طاعة يدين بها لله عز وجل أنه أخذ فيها بفتوى لها وجهاتها اللي الشارع أقرها حين أتى بهذه اللفظة المشتركة الحمال الأكثر من وجه، وارتضى اجتهاد هذا، ارتضى اجتهاد هذا وغيرها. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقع هذا في حتى النبي صلى الله عليه وسلم ورسول أقر، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لتصلن العصر في بني قريظة، لتصلن العصر في بني قريظة. الصحابة كانوا خارجين من غزوة الأحزاب بعد معاناة، عمل شق جدا عشان يحفروا الخندق 10 كيلو في 10 متر في 10 متر عمق في صخر يمتنع المعاول. الصحابة كلهم 3000 صحابي وصلوا في العمل الحفر الليل بالنهار، كانوا يشتغلوا من غير نوم مع الجوع الشديد. خرجوا من الحفر ما منهم واحد يقوى على السير، حديث حذيفة في الصحيح، لما قال له أحد التابعين يا حذيفة لو كنا
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلنا فعلنا. قال: ويحكم لا تقول ذلك، فوالله لقد رأيتنا يوم الأحزاب. بعد ما بذلوا مش الجهد ده، غاية الجهد أقصى الطاقة، جابوا الآخر بلغة العوام، ما ادخروا من جهدهم جهد ولا من وسعهم وسع، خرجوا من الحفر في قمة الإعياء، لاقوا على المشي. قال: لقد رأيتنا يوم الأحزاب. ثم ذكر مشهد بعد ما فرغوا من الحفر، قال: حين عصفت الريح واشتد علينا البرد، فجلسنا في أماكننا نقرقر نرتعد كلنا، إعياء وجهد عالي جدا ومجهود رهيب جدا وما فيش أكل وشرب. ثلاثة أيام من الستة اللي فرغوا فيها في الحفر، تخيل نحفر هذا الخندق في ستة أيام، شيء مذهل مذهل فوق الخيال. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلحقهم واحد واحد أثناء الحفر كده. يعني يقول أنس يعني كان ينتظر أحدنا أخاه حتى يصعد بالحفر وينزل فينام في مكانه، يمر علينا النبي صلى الله عليه وسلم يجدنا ننام، يداعبنا بالماء في وجوهنا، يقول: قم يا نومان قم يا نومان. الشاهد يقول حذيفة: كنا في قمة الأحياء يعني وضح، ثم عصفت الريح اشتد البرد فازددنا قرقر تعب وعياء. قال: حتى أقبل النبي علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم، قال: من منكم يأتيني بنبأ القوم ويوصل لغاية الخندق بس يشوف ايه اللي حصل مع المشركين ويرجع تاني 100 متر؟ من منكم يأتينا بنبأ القوم أضمن له الجنة؟ يعني المشوار الصغير ده بالجنة مضمونة ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبوحي. يقول حذيفة: فوالله ما استطاع الحراك منا واحد، ما في واحد فينا استطاع السير، ما قدرناش نقوم، ما فينا طاقة، انتهت قوانا. فأعاد النبي مقولته: من منكم يأتيني بنبأ القوم أضمن له الجنة؟ قال: فما استطاع الحراك منا واحد. فأعادها ثالثة: يضمن لنا الجنة ثلاثة وما استطاع الحراك منا واحد. حتى أقبل النبي عليه بوجهه وقال: قم يا حذيفة. قال: فقمت وأنا أقرقر. قال: انطلق إلى القوم لا تحدث بينهم شيئا وأتنا بخبرهم. قال: فانطلقت. عبارة عجيبة، يقول: ما إن تلبست بأمر رسول الله، بدأت أنفذ بس الأمر، حتى ذهب عني ما كان فيه، كل الإعياء والتعب اللي كنت فيه راح مجرد تنفيذ الأمر. ودي من بركات هذا الدين على أهله، وده يدلنا على عطاء الصحابة وصل لفين، شيء مذهل فوق الخيال فوق الخيال. قال: فانطلقت ثم تجسست حتى صرت في وسط القوم في وسط الجيش، جيش المشركين، واشتد عصف الريح حتى قلبت القدور واشتعلت النيران، ولاح أمامي أبا سفيان قائد الجيش وهو ينادي: أيها الناس، قد رأيتم ما حدث، وإني راحل، فارحلوا، فلينظر أحدكم من بجواره. يقول حذيفة: والله لو رميته ما أخطأته، كان قدامي والدنيا ظلام، لولا وصية النبي لي ألا أحدث بينهم شيئا. فلما قال مقولة: فلينظر أحدكم من بجواره، عجلتم من بجواره: من أنت من أنت؟ فجئهم بالسؤال حتى لا يسألوه. يقول حذيفة: فعدت أخبر النبي الخبر، فوجدت النبي قائم يصلي،
فجلست أنتظر حتى في المصلى، فما إن جلست حتى عاد إلي كل ما كان في من إعياء ومن تعب فنمت. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: قم يا نومان، ما الشأن وما الحال؟ قلت: ما يحب الله ورسوله. فكبر النبي وكبرنا: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين، إلى آخر الكلمات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم ورددها الصحابة معه. إذا ندرك الصحابة في الموقف ده وفي قمة الإعياء، يدوب انتهت المعركة والنبي هم يدخل بيته، وده القائد أول واحد يتقدم، ما في واحد يتقدم عليه من الصحابة. أول ما دخل بيته وبدأ يفك لأمة عدة الحرب، إذا جبريل يطرق الباب، قال: يا رسول الله، أوضعت لأمتك أو سلاحك؟ لأمة عدة الحرب. قال: نعم. قال: إن الملائكة لم تضع أسلحتها، إن سابقوكم إلى بني قريظة، لاحقونا. فنادى النبي في الصحابة: لتصلن العصر في بني قريظة. أنسخت هذا المعنى حتى ندرك لماذا في أي جو قيلت لتصلن العصر في بني قريظة. المسافة بينهم المدينة وبين بني قريظة حوالي 5 كيلو، مع الجاد الشاب الجاد تاخد قد إيه؟ 3 ساعة، نص ساعة. تغير الصحابة مع شدة الإعياء، يتحرك من صلاة الظهر، لا يصلوا إلا بعد العشاء، ماشيين بيكحتوا الأرض كحت. فلما الرسول شجعهم وقال لهم: لتصلون العصر في بني قريظة، العصر بين الظهر والعصر وقت كافي يوصلهم، فوجئوا مع الإعياء ما قطعوش نص مسافة، والعصر أذن، ومع الظروف اللي هم فيها متوقع ان يوصلوا قبل على العشاء، طب هيضيع العصر، نصليه في الطريق ولا نصليه في بني قريظه؟ اجتهد. النص بيقول: لا تصلون العصر في بني قريظه، ده حكم شرعي. الفتوى نعمل ايه؟ ننفذه ازاي؟ اسمها فتوى. فريق من الصحابه قالوا: النبي اراد ان نعجل في السير، لكن ما نهانا أن نؤدي الفرض في وقته، ووقته دخل وأصبح فريضة علينا، هنصلي في الطريق ونكمل. يبقى هو أراد، ففهموا معنى من النص، أن المراد من النص إيه؟ التعجيل في السير، مش يقينا لازم تصلي عصر بني قريظة. فهم هذا جمع الصحابة وصلوا عصر في الطريق حتى لا يفوتهم، ومعهم نصوص حاضرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب الله رسول الله؟ قال: الصلاة لوقتها، لا يقدم عليها عمل، حتى الجهاد. الفريق الثاني قال: لا، الرسول قال: لتصلون العصر، مش هنصلي العصر إلا في بني قريظة حتى لو صلنا الفجر. وفعلا وصلوا العشاء، جمعوا العصر والمغرب والعشاء في بني قريظة. النبي صلى الله عليه وسلم بلغه ما فعلوا، ما أنكر على أي فريق فهمه، فصار فتوى الاثنين فتوى يحتملها النص ويقرها الشرع، يبقى دي اسمها متغيرات، دي اسمها متغيرات. لما يخرج الصحابة في غزوة وانقطع عنهم الماء، وحين وقت الصلاة هم لا يجدوا ماء، مدى البصر مش شايفين ماي في كل اتجاهات، خلاص الشريعة فيها سعة، نتيمم، تيمم وصلوا. أثناء المسير وجدوا الماء، طب نعمل إيه؟ فريق قال: إذا حضر الماء بطل التيمم، يبقى بطل التيمم، هتوضى وصلي تاني. اتوضى وعاد الصلاة. فريق قال: لا، احنا أدينا الفرض، ربنا سبحانه وتعالى استعبدنا في وقتها بهذه العبودية، فإن لم تجدوا ماء فتيمم صعيدا طيب، واحنا التيمم ده عملنا طاعة لله زيه زي الوضوء، ويدي نفسه حكم الوضوء في وقته، خلاص
مش هنعيد. لما عادوا للنبي صلى الله عليه وسلم قصوا عليه ما كان، فأقر من اكتفوا بالتيمم وانهم أدوا الفرض اللي عليهم، قال أما هؤلاء فأدوا ما عليهم، أدوا حق الله. طب واللي أعادوا؟ قال أما أنتم فلكم أجر نافلة. فعد صلاتهم اللي أعادوها نافلة ولهم أجر نافلة، فصار هذا إقرار لهذا الاجتهاد من خلال النصوص. يبقى ما بيجتهدش برأي خارج النصوص، ده بيجتهد في النصوص نفسها في فهمها إن كانت حمالة أو إن كانت قطعية. قطعية الاجتهاد، حمالة لوجوه لنا أن نجتهد فيها. فأعطانا ربنا السعة، وده اللي أعطى شريعة الله المرونة العالية جدا جدا لاتساع كل ظروف الناس. يبقى النصوص الثابتة ضمنت للدين ثباته واستقراره لزوم إلى قيام الساعة، والحفاظ على دين المسلمين اللي به يبقوا مسلمين. المتغيرات والنصوص التي جاءت حمالة فيها أعطت للإسلام سعة أن يحوي كل ظروف الناس وكل متغيرات حتى الناس. سقت هذا المعنى حتى ندرك أن جيل الصحابة مش جيل عادي، لا، ما أنكر واحد منهم في ميدان الاجتهاد، بل عارف أن اجتهاد ولكل اجتهاده، لكن في الثوابت أنكروا أي مخالفة وما تحملوا أن يروها. حتى في المتغيرات اللي ظن منهم أن رأيه هو الصواب أنكر، لكن لما سمع الوجه الآخر أقر وسلم. هذه المعاني شختها حتى ندرك أن جهد الصحابة ما كانش جهد طبيعي، ده كان شيء فوق الخيال. ما تركوا همة ولا عزيمة ولا إرادة ولا طاقة بدنية ولا طاقة في أي جرح من جوارحهم إلا واستخدموها كأكمل ما يكون الاستخدام. فإن لم يحفظ الدين بهؤلاء فبمن؟ إن لم يكن أهل التثبت هؤلاء فمن؟ احنا عدينا الوقت، أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يعلمني وكم منفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله خيرا حسن استماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي أسئلة؟ ها؟ لو في أسئلة تفضلوا.